أنا خليني هكلمكم على كشاهد عيان إزاي الموضوع ده حصل، وهقوله لكم عشان تعرفوا إن مفيش حاجة بتتعمل والدة اللحظة، ده فكر وخطة وترتيب وإجراءات بتتعمل عشان في النهاية ندخل إحنا في اللي إحنا دخلنا فيه العشر سنين اللي فاتوا. وأنا مش بقول حكاية، أنا بقول لكم وقائع. كنت أنا نائب مدير المخابرات في 2009، فكنا بنعمل لقاءات عشان مناقشة الوضع الأمني في سيناء، وأنا بقول الكلام ده لكل المصريين وللضباط الصغيرين اللي موجودين فوق وحتى للضباط الشرطة كمان. فكان ما بقولش سر ولا حاجة، لكن كانت اللقاءات ديت بتتعمل، وكان ساعتها مدير المخابرات اللي هو مراد موافي، وكان رئيس جهاز الأمن الوطني ساعتها أو كان اللي هو حسن عبد الرحمن. فكنا بنناقش الوضع، فكنا شايفين ان خلال 7 سنين اتشكلت بنية أساسية ضخمة في شمال سيناء. البنية الأساسية دي عبارة عن مخازن الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، وأيضا بنية بشرية كبيرة للموضوع للسيطرة. وكانوا ساعتها لو انتوا رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا ان انا بتكلم على 2008 او 2009، هتشوفوا ان هم كان في افلام لهم وهم بيعملوا عروض اكنهم خارج الدولة يعني. وكان الكلام ساعتها ان في مشكلة كبيرة موجودة في سيناء، وكانت المشكلة ديت يعني إن اللي موجود هناك الكتلة اللي اتشكلت دي على مدى السنين اللي قبل 2008 و7 و6 يمكن و5 بقت محتاجة جهد وعمل عسكري كبير، مش بس بالشرطة، لازم الشرطة والجيش تتدخل عشان تحل المسألة ديت. ما حصلش. ما كانت طبعا في ظروف وفي اتفاقيات، فكان الموضوع ان القوات اللي موجوده قوات شرطيه محدوده، والقوات بتاعه الجيش موجوده على الخط الف بس يعني. وفضل الموضوع كده، وبانت المؤامرة بأبعادها الكاملة في 2011، والناس مشغولة في الميدان. كان بيتم تخريب تواجد الدولة المصرية هناك والقضاء عليه، إقسام مديريات، كل ما يتعلق بمصر، وتعمل ولاية وتعمل قضاء شرعي على قد تعبيرهم يعني، وحاجات من هذا القبيل. يوم 28 يناير كان خلاص بقى نتيجة التعدي ده بقت الأمور خارج السيطرة. الله يرحمه سيادة المشير، قلت له يا فندم احنا ممكن تبقى في مشكلة كبيرة جدا لو الأمر استمر كده، لأن هم ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل، فلازم إسرائيل هترد، وطبعا دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى صراع كبير قوي، وده ممكن يكون هو هدفهم في النهاية يعني. كان القرار ساعتها من سيادة المشير إن احنا ندخل بقوات، عملنا الإجراءات المطلوبة مع
الإسرائيليين في الوقت دوت، واتصلت بيهم وقلت لهم احنا محتاجين ندخل قوات دلوقتي في المنطقة في العريش ورفح والشيخ زويد عشان نسيطر على الموقف هناك. الحقيقة عشان ده بسجله للتاريخ يعني، ان هم كانوا متفاهمين ده، كانوا متفاهمين ده وما كانوش يعني الحقيقة كانوا قالوا يعني بس ادونا خبر القوات اللي هتبقى موجودة قد ايه ونسقوا معانا يعني. واستمرينا من الوقت دوت لغاية يمكن لغاية دلوقتي، بس يمكن حجم القوات اللي كان موجود خلال الثمان تسع سنين دول من 2011 لغاية النهاردة زادت القوات كل مرة عشان نتعامل مع التحديات اللي موجودة هناك. أنا بحكي الحكاية ديت ليه؟ عشان أنا في لقاء سابق قلت خلي بالكم، اوعى عينيكوا اوعى عينيكوا تغفل أو تنام على حاجة في جوه مصر. وكمان مش بس كده، كمان ننتبه على أي حاجة ممكن تمسنا بره مصر. أنا عايز أقول للشعب المصري كله، كان عندي خيارين لما توليت المسؤولية. خيار إن أنا أشيلكوا الهم وأخلي الموضوع معاكم، وزي ما قلت مرة قبل كده أو مرات يمكن، وإن إحنا نوقف كل الأعمال ونعمل حشد إعلامي ضخم على الحرب اللي بتتم هناك. الحرب اللي هناك حرب ما كانتش بسيطة يعني، وإحنا لو جبنا لكم الأفلام مش بتاعتنا إحنا، عشان ما تقولوش إن إحنا اللي يعني تصويرنا، لا لا لا، اللي موجود على النت وتشوفوا حجم الخسائر وحجم الدمار وحجم الخراب اللي اتعمل والناس اللي ماتت. أنا والله لولا رأفة بيكم أوريكوا فيلم واحد، والله العظيم أنا بقسم بالله، أنا متهيألي كل المصريين ما هتنام لو أزعت لكم الفيلم ده على اللي كانوا بيعملوه وده متصور. فيلم واحد. فكان عندي خيارين إن أنا أشيلكوا الهم وحرب بقى بنحارب ونحشد كل الجهود بتاعت الدولة للحرب ومفيش حاجة تاني، لكن إحنا ما عملناش كده. طب ليه ما عملناش كده؟ الرأي الأولاني ده رأي السياسة، الرأي اللي هو تقدير موقف سياسي، طب نعمل إيه؟ حشد الرأي العام وراء القيادة السياسية في مواجهة الإرهاب اللي موجود، وده يبقى غطاء لأي حاجة لغاية لما الأمور تتحسن بقى. ده شكل. وشكل تاني إن هو يعني إنه يجري بكل همة وكل ما أوتي من قدرة هو وزمايله لإنهاء المشكلة دي وكمان بناء البلد اللي هي كانت ظروفها صعبة جدا جدا، وتزايدت الأمور ديت بالأوضاع بتاعت 2011 و12 و13 وكده يعني. احنا خدنا الطريق التاني، كان في ناس ولادنا بيحاربوا هناك وبرضو البلد بتحارب هنا معركة تانية عشان الأمور، عشان مش معقول هنقعد. إذا كنا بنقول دلوقتي إحنا الحمد لله الموضوع ده نقدر نقول، وأنا بكرره بقالي رابع مرة أقول فيها ده الحمد لله إحنا أنجزت هذه المهمة بنجاح.